القاضي والفياضي، كتاب سير المساعي لجدكم السيد احمد الرفاعي، والحسيب النسيب سيد ابراهيم الرفاعي شيخ السجاده العلوي الرفاعي في بغداد، هو اللي مسويه، والوالد سيد ساشم سيد رفاعي زناب شيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه هو اللي نشره. سيدي رفعت، اسمع من كتاب سير المساعي وش يقول جدك سيد احمد الرفاعي. يقول الفصل الخامس في الخلوات، خليكم معي سيدي علاء دقيقه. يقول والخلوات المربوطات في هذه الطريقه العليه الصوفيه، يعني خلوتان، الاولى التهذيب وهي الخلوه المربوطه المربوطه للخليفه، وهي عباره عن 41 يوما على الأصح، وشروطها صيام 41 يوم خلوة. اي والله، وشروطها صيام الأيام المذكورة، ويكون الفطور والسحور على خبز الشعير وماء السكر. اسمع واللوز بوزن واحد، فوزن الخبز 23 درهما، والماء والسكر 17 درهما، واللوز 19 درهما، ويكون النوم بعد صلاة العشاء وقراءة الورد والذكر أقله ساعتين وأكثره 4 ساعات، ثم يقعد متهجدا إلى الصبح، وبعد صلاة الصبح يبتدئ بالورد الشريف وهو يا حميد اليوم الأول والليلة الأولى 1000 مرة، وفي كل يوم يزيد 1000 مرة إلى ختام 41 يوما، فيكون عدد ذكر يوم الختام 41,000. فبعد خروجه بيأمره المرشد بذكر المناجات الطالبين، وهو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقرأ بعد كل صلاة 557 مرة، ويبقى على هذه الحالة إلى أن تظهر للمرشد إشارة من طرف أهل السلسلة المباركة الرفاعية بتقريبه لمجالس أنسهم البهية، فحينئذ يجعله خليفة له ونائبا بطريقة مشايخه، ويأذن له بالورد المربوط للخليفة بعدد الخلافة، وهو صورة الإخلاص قل هو الله وعد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن كفوا أحد، في كل يوم 100 مرة، وسورة وسورة سبح اسم ربك الأعلى 7 مرات، والصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، والحزب والورد الذي تحصل به الرخصة من باب المرشد من الأحزاب الأوراد المنصوبة سيدي الغوث. لحظة سيد أشرف الرفاعي، قاعد أكلم يا ورد جدكم، يعني أنتوا لازم عاد تساعدوني. نعم معك. والأوراد المنصوبة لسيدي الغوث الرفاعي قدس سره، وفي كل ليلة جمعة يستغفر منفردا، استغفر الله العظيم 100 مرة، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 100 مرة، والصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الصيغة. اللهم صل على سيدنا محمد. لحظة سيد أشرف، أعرف حتى لا تنضرب لأن أنت شيخ الطريقة بصعيد مصر، لازم تساعدني، لا تقاطع أبو سيدك. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة، وسورة الفاتحة 7 مرات. لحظة يا أبو حيدر، شنو قاعد نتكلم أبو حيدر؟ أبو حيدر نقول لكم هذا جدكم. نعم. سيد أحمد الرفاعي نبي منكم مساعدة لي. نعم. عشان ننشر طريق جدكم. نعم. وسورة الفاتحة النبي عليه السلام النفيسة، وسورة الفاتحة 7 مرات مع إجراء الرابطة الأحمدية. الله. والفاتحة وبقية الآداب المرسومة على لنقل السالك في هذه المراتب والمسالك عن بعض ساداتنا الرفاعي مذكورة في كتبهم متداولة عند بعضهم قدست أسرارهم، وهذا القدر كاف في أداء الآداب المرسومة في هذا الباب. الخلوة الثانية وهي المعروفة بين السادات الرفاعية الصوفية بالخلوة المحرمية، هي في كل سنة 7 أيام من شهر محرم الحرام والدخول، مثل الحين احنا اليوم 5 محرم 1445 اليوم الأحد. والله سووها إن شاء الله. هذه الخلوة يكون في اليوم 11 من هذا الشهر، وهي باعتبار الخلفاء. لحظة بعيسى بس أبو سيدك خلونا أوصل معلومة. لا أبو حيدر لا تشوش،
مع سائر وهي باعتبار الخلفاء مع سائر المريدين تنقسم إلى قسمين، خلوة الخلفاء وخلوة المريدين. فأما الخلفاء فيكون دخولهم في اليوم المذكور وطعامهم حال من ذي روح خال من ذي روح، وذكرهم في اليوم الأول لا إله إلا الله 13,000 مرة، وعلى رأس كل ماء هذا الدعاء وهو اللهم اغرس في قلبي شجرة لا إله إلا الله، واظهر على لساني ينابيع حكمة لا إله إلا الله، وانشر على وجهي برقع لا نور لا إله إلا الله، واغرق روحي في بحر معرفة لا إله إلا الله، واحفظني يا رب من كل شك وكفر ورياء ومن كل مكر الماكرين وحسد الحاسدين وعداوة المعادين ومن شر نفسي وشيطاني ودنياي وهوائي بعناية وقاية حفظ لا إله إلا الله. لا إله إلا وذكر اليوم الثاني الله 27,000 مرة، والدعاء اللهم اسقني قولوا من خمر المشاهدة واغرني في بحر المراقبة وفهمني دقائق المعرفة وحقائق الحقيقة لأكون منك خائفا وبك غارقا يا الله. الله. وذكر اليوم الثالث وهاب 32,000 مرة، ودعاؤه اللهم ارزقني من مواهبك الرهيبة ربانية موهبة أطلع ببركاتي على مخفي أطلع على بركاتي على مخفيات الأمور ومغيبات الكنوز الله مغيبات الكنوز فتجلى عين بصيرتي بكحل موهبتك يا وهاب. وذكر اليوم الرابع حي 35,000 مرة، ودعاءه اللهم احيني حياة طيبة أذوق في منها حلاوة حياة الحب وطعم شراب القرب، فأكون بك حيا ولك وليا، فأموت بك تقيا وأحيا بك مرضيا يا حي. وذكر اليوم الخامس مجيد 38,000 مرة، ودعاء اللهم مجد قدري بحبك وشرف مرتبتي بقربك حتى أكون بحبك ممجدة وبقربك مؤيدة، واطلع على دقائق المجد دقائق المجد ودقائق المدد والجد، والبسني من تيجان المجد والسعد بفضل براهين مجدك يا مجيد. وذكر اليوم السادس معطي 40,300 مرة، ودعاء اللهم اعطني من فضلك عطاء وفيا أتقرب بسبب لأبواب محبتك وأكون من أهل محضرتك وأشاهد أسرارك القدسية بعطية وجودك الوفية يا معطي. وذكر اليوم السابع قدوس يعطيه جودك القدوس 45,000 مرة، ودعاؤه اللهم قدس سري وروحي بسر سرك وبروحي روحك، وأدخلني لمنازل الأنس واسقني من مشارب القدس فيكون سري بك مقدسا مطهرا من كل عيب ودنس عراضي. سبحان الله هذا جدكم لحظة سيدي أو وهمي ثبوتي أو خاطري ببركة قدسك يا قدوس. لحظة يا أبو حيدر قلنا ما في كلام أبو علاء. وأما غير الخلفاء فيكون من سائر الإخوان، فدخولهم في هذه الخلوة في اليوم المذكور وهو ثاني يوم عاشوراء أعني 11 من الشهر، وشروطها صيام السبع الأيام المذكورة. لحظة سيدي رفعت قلنا جدكم يعني ما تحترمون جدكم السيد أحمد الرفاعي تنضربون كلكم رفاعيين. نعم أنا خايف عليكم. حاضر يا سيدي. يقول يقول هني وأما غير الخلفاء من سائر الإخوان فدخولهم في هذه الخلوة في اليوم المذكور وثاني يوم عاشوراء أعني 11 من الشهر، وشروطها صيام السبعة الأيام المذكورة مع استدامة الوضوء وترك النوم مع العيال بفراش واحد، ولا ترك الأكل من ذي روح، وأن يحفظ لسانه من التكلم بكلام الدنيا، وأن يربطه قلبه في الله بسائر الأوقات بخلواته وجلواته، مع استحضار همة المرشد على الشروط المتقدمة في آداب الذكر، والذكر في هذه الخلوة بعد كل صلاة 100 مرة يا وهاب.
وبعد الذكر 100 مرة اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، والفاتحة عند ابتداء الذكر والورد وعند الختام لحضرة سيد الأنام. الفاتحة منكم يا سيد، هذا اللي جدكم وقلت لك تنضرب سيد أشرف. لا سيدنا تحترمك. تسام سيدي جدك هذا سيد أحمد رفاعي. وعند الختام لحضرة الفاتحة عند الذكر وعند ابتداء الذكر والورد عند الختام لحضرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام لأصحابي أولادي ولصاحب الطريق رضي الله عنه السيد أحمد الرفاعي للسلسلة المباركة الرفاعية ولواء شيخي والإخواني والمسلمين أجمعين. قال السيد أحمد عز الدين الصياد قدس السر، وهذه الشروط تكون حتما لا لزاما في السلوك على كل سالك إلا إذا ظهرت العناية وبرزت من باطن الأمر الهداية وحفت البركة الربانية ولمعت شمس القبول والفتوح، والأمر حينئذ يدخل حضرة الإطلاق بلا قيد وتسقط الشروط بالكلية، والله يختص برحمته لا من يشاء، لا زال راد لفضله ويفعل ما يريد، يهب ما يشاء من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى. الله، يعني معنى هذا الكلام انه ممكن الناس تقول هذه الاشياء ولم تأتها العناية. صح. وليعلم ان كل ما ذكرته من هذه الاداب وحرزته في أحرزته في هذه الأبواب هو ملخص ما ذكره القطب النجيب الجواد سيد أحمد عز الدين الصياد قدس سره في كتاب الوظائف الأحمدية، وملخص ما نقله سيدي ذو الجناحين السيد محمد أبو الهدى أفندي الصيادي لشيخ الرواس الرفاعي في كتاب قلادة الجواهر. تنبيه: إن قال قائل لأي حكمة استحسن السادة الرفاعي صفة هذه الخلوة في كل سنة، ولأي حكمة اختصوها بشهر المحرم دون سائر الشهور، وأي حكمة لم يجعلوها في العشر الأولى يدخل فيها صيام التاسع والعشر المأثور، وأي حكمة اشترطوا فيها خلو الطعام من ذي روح وهو ليس في ذلك محذور كما يزعم بعض الناس ويتوهمهم أحد الجلاس، فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي لقوم الطريق. أما الحكمة أما حكمة جميع خلوات السادة الصومية الصوفية لا سيما الخلوة المحرمية الرفاعية. أبو حيدر قلنا جدكم قاعد يتكلم. أبو حيدر قلنا جدكم تقول أنا أحب الصوفية، جدك قاعد يتكلم، اصبر شوي. لا سيما الخلوة المحرمية الرفاعية على هذه الصفة والكيفية، اصبر أبو حيدر، انت تقولوا احنا نحب جدنا ولا بنسمع. وبعد السيد يوسف الرفاعي القطب الغوث: فانها تنقيه للنفس والروح وتوطئه للمدد والفتوح وتصفيه للحواس ومزجره للوسواس، وقد جرت عاده اطباء، والله هذا الصوفيه كلامهم كبير بس انتم ما تسمعكم تستمعون، طباء الاجساد بالتنقيه في كل سنة مرة أو مرتين بحسب الفصول والاستعداد، فكذلك أطباء الأرواح قدست أسرارهم، بل تصفية الأرواح أولى من تصفية الأشباح، كيف بتصفيتها تصح الأبدان وتصفو الأذهان وتطيب الأفعال وتزكو الأحوال، وبها يقصر الأمل ويذكر الأجل، ولا وفائد مشهودة وعائد مأثورة، لا ينكرها من له بعض الاطلاع على سن السنية وأدنى المام بما أخذ السادة الصوفية. أخرج البخاري في صحيح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جشون بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعث الجبال الله ومواقع القطر، يقر بيديه من الفتن، يفر بيديه من الفتن. قال العلامة القسطلاني رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث الشريف وفي قوله يأتي على الناس زمان إلى آخر إشارة إن أخيرة العزة تكون في آخر هذا الزمان، أما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوبا، وأما بعد فيختلف باختلاف الأحوال. ثم قال وقد قال أبو قاسم القشيري رحمه الله تعالى الخلوة صفة أهل الصفوة والعزلة من إمارات الوسطى، ولا بد للمريد من ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه ثم في نهايته عن الخلوة من الخلوة لتحققه،
ولا انا حجاز انت دخلت خلوه كلهم مع بعض خلوه نحن على الله يعني في الوقت الرجلان يستاهل سيدنا كراعي غنم في الجبال اي نعم افضل من انه يقعد مع المخلوقين الله لان الناس الساعي في الفتنه شويه ارد لورا عفوا سيدي سعيد اي نعم ايوه فهنا بيبقى القاعد خير من الواقع والواقف خير من الماشي. يعني انت تؤمن بالخلوة سيد الحجازي؟ صلاح الدين شرحها للناس واجرى عليهم رواد. نعم. طريقة الخلوتين. نعم. اي والله صح. سيدي الصاوي وسيدي البكري وسيدي الدرديري وسيدي السباعي وسيدي الدرديري وسيدي الحنفني كلهم. وسيدي الحجازي وسيدي الفياضي بعد خلوتي وسيدي الرفاعي مدد مدد وسيدي عبد القادر القيلاني سيدي عبد القادر الرفاعي مدد يا سيادي مدد كل ما شاء الله مدونا سيد بامدادكم انت راسهم لا هم المجاذب هم البركه